صغيرة عمرها 14 ربيعاً، تتنقل بين أوتار العود لتعزف مقطوعة موسيقية طربية. محمد الأستاذ في مرحلة مبتدئة في العزف على عود زرياب سوري النوع، يتعلم عزف المقطوعات بمساعدة والده. بلجأ إله عشان أروح لعالم تاني، بحس بالراحة هيك بالهدوء لما أعزف على العود وأمسكه، علشان الواقع مؤلم هنا، لازم أهرب منه علشان أحس بجمال الحياة. أما حلا الطفلة التي أصبحت تتقن فن الإيقاع متحدية فيه نظرة المجتمع الفلسطيني، اتخذت هذا النوع من الموسيقى وسيلة لمقاومة الاحتلال. وأنا أول ما دخلت بري ما كانش فيه ولا بنات، فدخلت أنا كتحدي بالنسبة للكل. كان كتير في معارضين، بس أنا أهلي طبعا ماما وبابا بالذات كتير شجعوني على الإشي وحكولي ادخلي يعني جربي وهيك. هو كان بينفع إحنا بنقدر نغير آلات، بس أنا ضليت مصرة دخلتها كتحدي وتحديت كمان كتير معايا في الآلة. سقط العدل على المداخل حين هوت مدينة القدس تراجع الحب. أطفال يغنون للسلام والحب والتراث لا تتجاوز أعمارهم 16، جمعتهم الموهبة واحتضنتهم المعاهد الموسيقية في غزة، ووجدوا الاهتمام من قبل ذويهم رغم الظروف الاقتصادية. مش كل الناس بتقدر انها تشتري الأداة، يعني احنا يعني لو لما اني انا عاملة وزوجي عامل الظروف الاقتصادية ساعدت لانه نطور هذا الاشي، ولكن في اسر كتير بغزة يمكن عندهم مواهب، اطفالهم عندهم مواهب اكتر من ولادي، والعامل الاقتصادي بيلعب دور كبير بانه يشتروا لهم الادوات وانهم يتابعوهم مواصلاتهم اهتمامهم بالروحة بالجية دي مكلفة اقتصاديا. إقبال الأطفال على المعاهد الموسيقية رغم عددها القليل في غزة بات واضحا، بالإضافة للتنافس الشديد بين الذكور والإناث على التعلم من بحر الموسيقى الواسع.